كل اللي بيحب ابوك يسلم عليك. ادوم حبيبي ادوم. شو يا زلمي؟ شو يا حبيبي؟ يا الزهر يا سلم على الزلمه. طب له هو لسه ما اكلنا من اسمه. عامل انت بالتيشيرت خليك وين محل. ايوه اندري ارجع اندري. شباب شباب يا ابو اسلام يا الله اطلع هو على السياره خلاص. يلا يلا وين السياره معاه؟ يلا يلا على السياره. وين السياره؟ هذا الانتصار انتصار للشعب الفلسطيني كله. هذا الانتصار هذه الفرحة هي فرحة من بكى ومن نزلت دموعهم في المستشفى من أهالي الداخل في القدس في الضفة الغربية في الخارج. هذا اليوم فرحة للجميع تضاف إلى الفرحة للشعب الفلسطيني القادمة واللاحقة ليضاف إلى هذا مزيد من التحدي والصمود للشعب الفلسطيني. الدعم والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام. أوصي المحامين بأن يخافوا الله مع الأسرى المضربين عن الطعام وأن لا يكون هناك فجوات وثغرات تغطى على حساب الأسرى المضربين. هم الآن يخوضون معارك مع خاوية. التحية لهم. الإقدام الصمود التحدي الثبات النصر صبر ساعة أصبروا. فالعروضات التي عرضت علي لو وافقت عليها لما حدث الآن إلا مزيد من الإداري والإداري حتى وصل إلى 36 شهر إداري تحت تعنت الاحتلال الصهيوني. الآن حولناها إلى 36 يوم مستضافا على أسرى الهيئة العليا لحركة حماس في نفحة وهذا أكبر إنجاز. الحمد لله. هذا النصر يهدى لعائلة دوابشي، يهدى لعائلة أبو خضير، يهدى لعائلة الشريف، يهدى لعائلة مهند الحلبي، يهدى لعائلة الشهداء، يهدى لعائلة الأسرى. هذا انتصار لمن بكى ولمن نزلت دموعه على شهيد وعلى أسير وعلى جريح بأن الفرحة للشعب الفلسطيني لن يطفئها ظلم الاحتلال والمتآمرين. شكرا.